السلام عليكم. اليوم راح نتكلم عن تمارين التمدد والاستطالة اللي هي stretches. بس يرجى قبل هذه التمارين بالقيام بالإحماء لمدة 3 دقائق إلى 4 دقائق. ومثل ما تشوفون موجودة مثلاً البايسيكل هذا اللي ثابت أو جهاز هذا الإلبتيكول أو التريد ميل اللي هو هذا جهاز الجري أو الركض. بعد الإحماء 3 إلى 4 دقائق بعدها بالإمكان تأدية تمارين الحديد رفع الأثقال اللي هي مثل هذه الجهاز أو الفري ويت اللي هو هذا والأجهزة الباقية هاي اللي هنا. إن شاء الله هسه أوريكم شون القيام بهذه الستراتش اللي هو تمارين الاستطالة. أول تمارين الاستطالة اللي هو رفع الكتف بهالصورة هاي لمدة 5 ثواني وإنزاله. التمرين الآخر بهالصورة هاي مدة 10 ثواني تبديل اليد في الصورة هاي. التمرين الثالث يكون في الصورة هاي. عشر ثواني المجموعة الأخرى من التمارين يكون في الصورة هاي. مدة 10 ثواني تبدل الاتجاه مالك، تبدل الايد الاخرى على استقامتها تكون بالصورة هاي. التمرين اللي بعده تكون بهالصورة هاي، ترفع لفوق مدة 10 ثواني ايضا. التمرين اللي بعده بهالصورة هاي ارفع الصدر إلى الأعلى بهالصورة هاي لمدة 10 ثواني أيضا. المجموعة الأخرى بهالصورة هاي اتجه اتجاه واحد لمدة 10 ثواني. التمرين اللي بعده للسمانة تكون بهالصورة هاي. لمدة 10 ثواني. التمرين اللي بعده بهالصورة هاي. عشر ثواني ايضا هذا الصورة. بعد تكون قدمين بهالصورة هاي والنزول الى الاسفل بهالصورة هاي ثابت، يعني تكون ثابتة بالارض مدة 10 ثواني والايدين في المقدمة. خلي افتر على مود يكون واضح بالشكل الثاني. القدمين ثابتات بالارض واليدان بالداخل مدة 10 ثواني. التمرين اللي بعده تكون بهالصورة هاي، انحناء بالأمام بالركبة وبالخلف أيضا في الصورة هاي، والدفع إلى الأسفل. الدفع يكون إلى الأسفل لمدة 10 ثواني أو إلى 20 ثانية، وإن شاء الله نتحدث على هاي الثواني وشنو طريقتها. التمرين اللي بعده راح يكون بهالصورة هاي هو الفراشة. استقامة تكون بالظهر تكون بهالصورة هاي، الإيدين هنا أو مسك هنا. خل أفتر الجهة هاي على مود يكون واضح.
في الصورة هاي لاستقامتكم بالظهر في الصورة هاي مدة 10 ثواني. التمرين القادم يكون في الصورة هاي على الركبتين واليدين خلف الرأس في الصورة هاي لمدة 10 ثواني. التمرين اللي بعده هنا يكون واضح هنا أنا بالشكل هذا. لمدة 10 ثواني أيضاً بهاي الصورة هاي. التمرين الآخر يكون هالصورة هاي. تثبيت الجهة الثانية. الرأس يكون مسترخي على الأرض. لمدة 10 ثواني أيضاً. التمرين الآخر يكون بهالصورة هاي. مد الذراع وانزال هالصورة هاي 10 ثواني ايضا. تبديل بهاي الصورة هاي. والرجاء يعني تأدية التمرين بصورة بطيئة على مود لا تكون اصابة بالنسبة اذا كان جديد التمرين للشخص. التمرين اللي بعده بهالصورة هاي هسه أنا هاي إيدي بالنسبة لي ما أقدر أفرها لأن بيها كسور 3 بهالصورة هاي مدة 10 ثواني أيضا. والتمرين الأخير راح نأدي بهالصورة هاي للأعلى لمدة 10 ثواني أيضا. وإن شاء الله تكون هذه التمارين اللي يحتاجها الشخص لأداء تمارين الأثقال أو الحديد مثل ما نسميه بالعراق. وإن شاء الله إلى تمارين جديدة في فيديو آخر. في أمان الله.